شحال ما عندك شحال ما تسوى، عندك دور وتسوى دور. قمر وغاك حب الوطن غير راح تنغدي خفن شو راح تنطحض. الصراحة قضية بك صاحبي في هذه البلاد ديالنا المغرب هي اللي كاينة، سيرتو في هذه المنطقة ديال الإقليم الناظور. أنا كنشوف مولش كهرة وقضية شحال ما عندك شحال ما تسوى، يعني جبتي شي حاجة بدراعك غيحيدوها لك بك صاحبي وهذاك اللي فلان وفلان وإلا مشيتي للإدارة. سيرتو في هذه البلاد السعيدة الا ما كانت عندك المعرفه راه ما غاديش يستقبلوك وما غاديش يخدموك فين ما مشيتي، ماشي غير في هذه المنطقه ديال الناظور، حتى في المناطق اخرى كي كنشوفوا حنايا في البلاد خارج الوطن، يعني جبتيها بدراعك تستاهلها. ولكن انا في هذه البلاد هذا اخويا شحال من واحد جاب سيونس باك سيونس مات بالديزويت ولا بالديزناف كيحيدوا له بلاصتو حيت الاخر عنده با ولا عنده العائله ديالو شي حاجة. مثلا نعطيك مثال، اللي عنده الشكارة كيسيفط ولادو يقراو في كندا في ميريكان وفي مناطق اللي واعدة بزاف، علاش حنايا ما كيسيفطوناش نقراو تما مثلا؟ هادشي اللي باغي نوصلو، الله يهدينا ويهدي ما خلق وصافي. يعني شحال ما عندك شحال ما تسوى، عندك دور وتسوى دور، راه قالوها الناس. السلام عليكم. اول حاجه تنشكركم على هذا الموضوع، هذا لانه موضوع وقع هنا في المغرب اكثر، وخصوصا في الميادين لانه خاص الاشتغال الشباب الاشتغال ديال النساء، فقضيه ديال باك صاحبي متوجهه لجميع الميادين، واخرها لاحظنا انه في الموضوع ديال المحاماه امتحان ديال المحاماه باك صاحبي او باك او انا با عنده الفلوس وراه كان في كندا او كان بلايص اخرى. هاد القضيه ديال باك صاحبي تعانوا منها الشباب بزاف، لا في الشركات ولا خصوصا في المجال ديال الامن الخاص. الا عندك معرفه راك تدخل، الا ما عندكش معرفه غير سير تكمل شي خويا. هذه راه تيقولها لك شي، واش جاي من طرف شي واحد؟ ما عندك شي واحد اللي يضرب عليك الكاله راه ما غاديش تلقى لا خدمه لا والو، تبقى مكملش في الدار. هذا الشيء اللي كاين في المناطق اللي او الاقاليم اللي تيكون فيها المصانع، تيكون فيها واحد الفرص ديال الشغل، ولكن هذيك الفرص ديال الشغل لانه خاص الفئات المستفيده هي اللي تشتغل، تلقاو انه هذيك باك صاحبي تضيع كل شيء. الكفاءات ما كتاخذش حقها بطبيعة الحال، يعني انه كفاءة عنده دبلومات عنده تخصص عنده كذا، ولكن متى تمشي تدفع راه قلت لك يعني خاص الكلا، يعني واحد الكلا صحيحة، ويا باك صاحبي يا خوك ولا كذا اللي غادي يكال عليك. الصراحة ما نكذبش عليك اختي العزيزة، هاد القضية هادي يعني دارت بوم بزاف في المغرب، خصوصا عندنا حنايا فهاد سميتو يعني فهاد الفترة الآونة اللي ولينا كنشوفوا فيها بزاف ديال الشباب اللي كيدفعوا السيفيات في المناصب ديال الشغل، رغم احنا ما عندناش بزاف ديال المناصب ديال الشغل. انفو انت كتدفع السيفي ديالك باش على اساس تخدم، وكيقول لك حتى نعيطوا عليك. يعني شنو كتسمى هذه القضيه ديال تنعيطوا عليك؟ يعني كتسمى بحال اللي ضروري خص شي واحد يكون كيعرفك، يا اما باك يكون كيعرف هذاك المدير داك الديريكتور ديال الشركه، ولا الام ديالك تكون كتعرف شي وحده من تما، ولا مهم ضروري خص المعرفه. يعني ما كاش حنا الشباب يعني كنخدموا غير بالمعرفه، كنعرفوا شي واحد نصيفطوا له النمره، خويا دبر عليه عافاك، انت راه عندك مع الاخر عافاك دبر عليه. يعني هذه القضيه ولينا كنشوفوها بزاف. حب الوطن قمر وغاك حب الوطن غير واحد تنغدي خفن شنو راح تنطحض. قال خفي ودي جن الوقت خدم نير بعد قوي قيم بو زيد ما يخدم غير المهم من يتجد ذا مزوالة مثلني شم يخصد قد قلني بق صاحبي ذوينة ثني وني يسده جنشن خدمة ذا ستوشن مي غاسني غوا غاسني غذم ميس نفران يغجبو ذم ميس نفران مشين نوينات نتبدا الشخص الباكاجي غاس مين غاس مين غايكش يدير خدمة الناس
ما عمري غزقني غادي غادي ساس تاكيتا غادي كرار كواسي غادي يفغ اقدا ويخدم من بعد تزد هذيك السيماندا اني وجب زيس الغانك الله يرضي عليكم المسؤولين يخص هذا النقطة يا هذا أفضل أفضل هذا خدم إني يسد جن خدمت والنبي عليه السلام إيه بقى المغرب لو كان قد عيانا من نادم مغاربة هنا كي اللي في الخير كل ما فيش خير كل يعقل على الخير وكل ما يعقل جديد بحال دابا يمكن نلقى وخدمت فيها مع كان والو شهر وقلت معايا 48000 في الشهر وقلت وجرع لي لو كان قلت لي عقلني فلوسي الوالدة مريضة في مرض السرطان انا عشت في بيسار كازا كلينيكت ملي قلت لي عقلني فلوسي قال لي اخويا تهلا بديك تتعلم وجرع لي هذاك اليوم دوك ملي ما لقيت والو قلت كان قلبت حوفر ما نكذبوا على الله قلبت دبرت على المركب دوك غادي بحال سيدي فنور ما لقيت حتى حاجة ومشيت للبحر دابا انا اللي قالت الممنوع الحراقة كيهربوني هنا خاطر تكون عندك الكناك ديال البحر عندي الكارني ديال الورا ديبلون دوك غادي راجع البلاد ما لقيت حتى حاجة والله ما نقدر حتى الوالدة نتلاوق حداها كان قلب ما نديت عندك ما نشفر حتى حاجة هادشي اللي غنقول لكم ارحم والدي هادشي اللي كاين وما هنا المغرب راه ما فيه لا خدمة لا والو راه الدار ويط وصافي وكيتعداو على ولاد الناس ما كاين حتى حاجة دوك الا قلبت شي واحد كيتعب كشفار ولا راه معمم الدين ديال الناس راه مرضيني مع والدينا وصافي يعني الا ما كانش معايا ما كاين والو الا ما كانش عندك الدبلون كنت عندك راه ما كخدمش تحمل واحد دوك عندو الدبلونك وكيتسولو ما كيبغيش يخدمو ما كاين حتى حاجة هنايا والو هاد المغرب عندنا الله يستر وصافي اللهم بنادم يمشي لبرا ويدير ديالو اللي ما قاري والو راه ما عندو والو في حياته في الزواج اللي غاتزوج شحال ما كاين حتى حاجة تنقول لكم هادشي اللي كاين سامحوا لينا القضية عالقة جا مش قت قبري طح الشغل ينقص برك وين البرهان يبدا غادي يظهر اسكواسا طوق غير انا وضغ القمه ذي تشمه اذا الصوت تبدا تنقاد قد تقعد شوي شوي قنت وين المثل تغير قديم فاس ويبدي شذي النهار والله سبحانه وتعالى ورنتا ويجي زما ذيك العالم ذي دقيقة ذيك ذي سبع أيام عاد استوى على العرش تما باش قوة زما كور شذي بدر ذي النهار وإنما نشين يخص نشين أن بدر شوية ويخص نشين أن بدر شوية أن 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 حافظ النظافة ذا مزوار قد ذوني ذي الأساس كور شين تندين يبدأ زي النظافة المسؤولين غانخذ ذي المجلس البلدي انت تعرف زي سن الخزان شوية غذفال غيفوس زرمض وتجي غاب نبدا نشين الاحوال الشخصيه وهذا دار يخفينو وهذا يخفينو يخص الخزاخ نشمرا صوت الخفي وذان صوت الخفي وذان اذا يخص تقوم خص الواجبينو هذا كاخذ خدمه حب سي مازال بزاف هادشي باقي كنعيشو صراحة لحد الآن يعني مشكلة ماشي غير في هاد الدومين يعني الخدمة القراية سواء اللي بغى يمشي يكمل قرايتو على برا ولا اللي بغى يخدم بغى ياخد شي ورقة يعني أبسط الحوايج أنا كنشوف هاد القضية داخلة بزاف 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 يعني ما عرفت صراحة علاش ولكن عندها فريمون بزاف بغيتي تاخدي شي ورقة يعني إلا ما كانش مثلا إلا كان غير شي واحد كيعرف هاداك السيد الخدام تما كيدوزي انت الاولى وعادي وما حقناش حنا نهضروا دونك صراحه هذا كيسبب لينا مشكل بزاف كيدير لينا عرقله في بزاف د الامور داكشي علاش اغلبيه كنبقاو نتراجعوا كنقولوا اللهم ما نديروش ديك الحاجه بما اننا ما عندنا لا معرفه لا والو دونك هادشي اللي كاين هذا كاين معاناه على الوضع سي باقي معاناه صراحه لحد الان كنشوف باقي معاناه ديك القضيه ديال حباك صاحبي باقا خدامه عندنا وغتبقى ديما ما حدنا هكذا باقي هذا القانون هكذا غادي في المغرب غادي تبقى ديما القضيه بحال هكا